السلام عليكم ورحمة الله، دكتور محمد أشرف. هكمل مع حضراتكم الفيديو الثاني في درس حساب الأحمال. بدأنا في الدرس الثاني اللي هو لوتس الأحمال، وكلمنا في الفيديو السابق عن أول نوعين من النوع أو من الأحمال الأساسية اللي هو البرايمري لوتس، انقسمت إلى ديد لوتس ولايف لوتس. اتكلمنا عنهم مع بعض إن شاء الله في الفيديو اللي معانا النهاردة. هنتكلم عن الويند لود اللي هي تندرج تحت الأحمال الثانوية. طيب بالراحة كده، برضو نفس الكلام، الويت اوف ويند لود القانون بتاعها برضو بتتضرب زي ما قلنا، عايز أركزها، بتتضرب بعد كده في الإس او في الإس في الإيه، في الإس في الإيه لو تراس، وفي الإس لو فريم. لكن الويند لود لوحدها هي سي سب اي في الكي في الكيو. ايه يا عم الليلة دي كلها؟ ولا ليلة ولا حاجة. الكيو لو لم تعطى لك في المسألة بتجيبها من جدول هديهولك، وبتعبر عن ايه؟ عن قوة وحمل رياح في المنطقة المعينة. يعني ممكن اقول لك الكيو بتساوي مثلا 100 كيلو جرام على المتر مربع، خلاص يبقى انت في المساله عندك عارف الكيو. او اجيب لك جدول اقول لك والله المنشا اللي انا هعمله ده في مطروح، يبقى قوه الرياح 90 كيلو جرام على المتر مربع. في القاهره يبقى قوه الرياح 70 كيلو جرام على المتر مربع. يبقى حاجه من الاثنين، اما الكيو هتبقى معطى في المساله، او هديك الجدول ومنها تجيب الويند انتنسيتي، تمام، اللي هي القوة بتاع الرياح طبعا على الويند لوكيشن اللي هو موقع اللي هتبقى في المنشأ. يبقى الرياح هتبقى يعني مثلا العلمين، لا هتبقى اعلى، ممكن انا معرفش كام بصراحة، بس ممكن توصل ل 120 150 عكس القاهرة، لا الرياح اقل شوية. فاما هديك جدول منه وهقول لك طبعا احنا في المدينة الفلانية، يبقى من المدينة بتطلع الكيو أو هبقى معطى. طب والكي؟ الكي يعتمد على أساس الارتفاع بتاع المبنى. يعني الارتفاع بتاع المبنى اللي أنت هتعمله لو من متر لعشرة متر هيبقى الكي بواحد، وده في الغالب. أكتر من عشرة متر لحد 20 تبقى واحد واحد من عشرة، زي فاكتور أوف سيفتي، وهكذا. كل هتلاقي هنا الطول من كذا لكذا والكي بكذا، فانا هديك طول المنشأ فانت منه تجيب الكي، لو لم تعطى يبقى الكي بواحد. طيب وخلي بالك انا ممكن ما اجيبلكش ما اجيبهاش لا معطى ولا اجيبها في جدول، بس هتبقى مثلا انا مديك رسمة بتاع الفريم او الترس، جبت لك مثلا رسمة الترس بالمنظر ده كده اهو، او رسمة الفريم اهو، تمام. فالارتفاع بتاعي اهو، انت عارف الارتفاع، هديك الارتفاع من الارتفاع هديك 7 متر 8 متر، يبقى ما زادش عن 10، يبقى هو لازال اقل من 10 متر، يبقى الكيب واحد. طيب في السي سب اي، طب وده بيعتمد على شكل بتاع الممبر او الشكل بتاع الضلع المعرض للرياح. قال لك ازاي؟ قال لك ببساطة خلي بالك من الشكل بتاعك ده، انا عندي هنا بتجيب تان الفا بيبقى مايل او مش مايل، بتجيب التان الفا، وطبعا الشارت ده هيكون معطى، هنا 4 من 10 وهنا 8 من 10 هنا 6 من 10. كلمة سالب يعني بيقول لك سحب، وهقول لك يعني ايه سحب دلوقتي. وهنا 8 من 10، هنا 8 من 10. ايه يعني ايه ضغط؟ ضغط يعني الرياح بتضغط على السطح بتاعي بالمنظر ده. طيب ده اسمه pressure، ضغط. طب الرياح لما تيجي بقى على الناحية التانية بيبقى بتعمل حاجة اسمها سحب، suction، مش فاهم؟ أهو تعالى بالمنظر ده كده،
قال لك مثلا ده اتجاه الرياح، ادي اتجاه الرياح، فالرياح ماشيه كده، فبتعمل ايه في الضلع اللي قدامها ده؟ ها، بتضغط عليه وتخليها ماشيه كده ماشيه كده ماشيه كده ماشيه كده ماشيه كده. بص كده اهو، هي عايزه تعمل ايه في الضلع سي دي ده؟ بتسحبه ساكشن، صح؟ يبقى هي ضغطت على الضلع ده، بتضغط عليه، لكن الضلع ده على جنب تاني، فبص عايزه ايه، تيجي تنزل، تنزل من تحته كده، عايزه تقلعه من جذوره، يبقى اسمه ساكشن، سحب. وهنا برضو عايزه تبعده كده، ساكشن، سحب. طب والضلع المايل ده ممكن يبقى ضغط وممكن يبقى سحب، فهمت الكلام؟ يبقى تعالى كده، الضلع اي بي ضغط، والضلع سي دي ودي اي سحب. قال لك اي بي ضغط، تمام، وسي دي ودي اي ها سحب، دول معروفة كده. طيب في السحب على طول، اول ما يبقى الضلع سحب يبقى السي سب اي بنص، لو سالب يبقى بس بيدل اللي هو سحب، يبقى السي سب اي ها بنص. طيب ولو قائم بالمنظر ده يبقى ب 8 من 10. طب ليه 8 من 10؟ نرجع للجدول بتاعنا، ليه 8 من 10؟ هو لو قائم، يبقى قائم يعني الالفا ب 90، صح؟ لو قائم الالفا ب 90 صح كده؟ احسب تان 90 هتبقى اكتر من 8 من 10 اللي هي ما لا نهاية، 1 على 0. احسب تان 90 هتطلع اكتر من 8 من 10، معايا كده؟ طيب يبقى اكتر من 8 من 10 هنا، 9 من 10، 1، اي حاجة، بتطلع تخبط في الافقي تخليك ماشي، خبطت هناك كام؟ 8 من 10. يبقى انت عارف كده، اي ضلع معرض لسحب ساكشن السي سب اي بنص. طب واي ضلع معرض لضغط، ركز بقى معايا في الحتة دي، قائم يعني الزاوية ب 90 يبقى ب 8 من 10. طب خلاص، ما هي مسألة كده، يبقى القائم معرض لضغط 8 من 10، واي ضلع بقى سحب قائم مايل يبقى بنص. يبقى ليك بقى هتخش على الشارت في الضلع ده اللي هو البي سي. طيب البي سي في حالات ثلاثة على حسب الميل بتاعه. قال لك السطح المائي البي سي والمواجه لاتجاه الرياح، فإما أن يكون معرض لضغط، هو ممكن يبقى جاي كده معرض لضغط، أو هتنزل من تحته يبقى معرض لشد، أو معرض لسحب، أو يجب عمل حالتين تحميل له، مرة سحب ومرة ضغط، وتوقف على زاوية الميل. وإحنا كمهندسين بنعمل كده اللي هو الكيس اوف لودنج، حالات التحميل، بعمل مرة كده ومرة كده، وبصمم على الحالة الأسوأ. يبقى خلاص الضلع اللي ناحية الرياح الناحية التانية ده ساكشن، والسي سب اي بنص. طب والمعرض للرياح قائم، السي سب اي ب 8 من 10، يتبقى الايه بقى؟ المايل. قال لك اذا كانت زاوية الميل اكبر من او بتساوي، يعني حاجة عاملة كده، اكبر من او بتساوي 38.6 درجة. ايه ده؟ يعني الفا لو ب 40 هتبقى تاني 40، هتلاقيها أكبر من 8 من 10. طب وده معناه إيه؟ قال لك يا حبيبي معناه لما ترجع كده للشكل، أو نجيب الشكل ده، 8 من 10 اللي هو من هنا أكبر من 8 من 10 بالمنظر ده، ومعرض لإيه؟ لضغط، يبقى هطلع فوق، فاهمني؟ أهو أجيبها، سوري معلش، بتيجي هنا عند 8 من 10. يبقى فعلا لو تلاحظ كده كل ما بتزيد، ايه ده؟ طب لو اكبر من 8 من 10 يا دكتور هطلع ضغط، طب مش هنزل، ده يدل لو نزلت مش هتخبط في حاجه، مفيش سحب. فعلا لو زاويه الميل 40 درجه، فهمني؟ بص الرياح ما تيجي كده عشان تنزل عموديه عليها، فعلا هي هتضغط، مش هيبقى في فرصه اللي هي تعمل ساكشن، فاهمني؟ يبقى 38 درجة فيما فوق التان ألفا هتبقى أكبر من 8 من 10، يبقى ساعتها الحالة اللي عندك ها ضغط فقط، عشان فوق 8 من 10 ما في، لو نزلت مش هتخبط في حاجة، يبقى هي فوق
ضغط وتروح كده، يبقى السي سب اي بكام؟ 8 من 10. ده في التشارت. طب وفي الفهم فعلا، اما كل ما يبقى اقرب للقائم هيبقى معرض لضغط اكتر منه لسحب. طيب نرجع تاني. طيب لو زاويه الميل اقل من 21.8 من 10 درجه، ركز في الارقام دي، يبقى 38 درجه فيما فوق، 38.6 من 10 فيما فوق يبقى معرض لضغط، والسي سب اي ب 8 من 10، وعرفنا ليه من الشارت. طب لو اقل من 21.8 من 10، 21.8 من 10 اقل، يبقى 20 و17 و15، يبقى اقرب ما يكون للافقي، هيبقى معرض لايه؟ لسحب. يعني اما تجيب بقى تان الفا ال 20 او 21 واقل منها، يبقى اقل من 4 من 10. اما تجيب تان الزاويه هتبقى اقل من 4 من 10. تيجي هنا في الشكل بتاعك، اقل من 4 من 10، 1 من 2 من 10، 3 من 10، 1 من 10، 2 من 10، وليكن 2 من 10. هتيجي تطلع مش هتلاقي حاجه، اصل الشكل عامل كده اهو، كده 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 بس. طيب فالاتنين من عشرة فوق مفيش، مش هتخبط في حاجة، يعني يقول لك اللي ده مش ضغط، يبقى ده لازم يكون سحب. سحب كام؟ 6 من 10. طيب الحالة التالتة بقى، يبقى لو الدرجة بتاعتك 38.6 درجة، يبقى التان بتاعتك أكبر من 8 من 10، يبقى ضغط، والسي سب إيه ب 8 من 10. طيب حلو. لو الألفا بتاعتك أقل من 21.8 من 10، يبقى التان ألفا أقل من 4 من 10. حلو، أقل من 4 من 10، بالتالي هتبقى سحب فقط وقيمتها 6 من 10. خلاص، يبقى في الحالة دي مش هتعمل بقى حالة دي وحالة دي، مش حالتين، هي حالة. أما الحالة بتاعتك بقى، لو الدرجة بتاعتك الألفا كانت من 21 درجة و8 من 10 إلى 38 درجة و6 من 10، يعني في الرينج ده، فما تيجي تجيب التان بتاع الزاوية، ولكن زاوية 25 أو 30، جبت التان 30 هتلاقيها من 4 من 10 ل 8 من 10، فساعتها هتبقى في الرينج من 4 من 10 ل 8 من 10، يعني ممكن تكون معرضة لضغط، ادي الضلع ده، أو معرضة لسحب سكشن. طيب ساعتها في هذه الحالة فالمواصفات تنص على أنه يجب عمل حالتين فعلا. نعتبر حمل الرياح على السطح بي سي ضغط وبثابت، ويتم تحديد قيمته من الشكل اللي هنشوفه بعد كده، ونوجد القوة الداخلية. لا، خلينا بس في التحديد الشكل بتاعه. طيب يبقى تعالى لو جينا قلنا 6 من 10، ادي 6 من 10، فمرة هيبقى ضغط بقيمة وليكن 4 من 10، ومرة هيبقى شد بقيمة هنشوف بقى 2 من 10، 3 من 10، على حسب ما انت تيجي في الأفق وتشوف. تمام. طيب يبقى مرة هنحمل، ادي حالات التحميل بتاعتي، مرة لو هو ضغط هيبقى ب4 من 10 زي ما احنا عملناها دلوقتي، ومرة لو هو شد هيبقى، او سكشن سحب هيبقى 3 من 10، ونعمل حالات التحميل على كده. لكن انت عندك في المنهج يكفي فقط الرسمة دي وخلاص، مش هنبدأ نخش في حالات تحميل. توريني بس الضلع ده معرض عليه ضغط بقيمة 8 من 10 سي سب اي، هنا سكشن 5 من 10، 5 من 10 نفس الكلام، هنا ده المشكلة بتاعتي اللي هو الزاوية لو التان أكبر من 8 من 10 يبقى ضغط 8 من 10، طب لو التان أقل من 4 من 10 يبقى سكشن 6 من 10. طيب ولو من 4 من 10، 8 من 10، يعني الألفا من 21 درجة 38 درجة، هيبقى أعمل حالتين تحميل، واحدة في السكشن 3 من 10، واحدة في الضغط. طب وش عرفني اللي هما حالتين تحميل، يعني أجيبها منين؟ أهي قلنا لك، أهي عند 4، عند 6 من 10 هتلاقي في الضلع بتاع الضغط وبتاع السحب، مرة هتطلع للضغط كده وتمشي أفق تجيبها 4 من 10، ومرة هتنزل تخبط في السكشن وتجيبها هتبقى تقريبا 3 من 10. أختم مع حضراتكم بمسألة، بس مسألة فريم بقى، ركز معايا، مسألة فريم. اللوكيشن، أيوه كايرو. طب وليه اللوكيشن؟ عشان الكيو بتاعتك تبقى ب70 طبقا للجدول في الويند لود. روف از اكسسبل، طب وده هستفيد منه في ايه؟ هستفيد منه في اللايف لود. يبقى المعطى الاول اللوكيشن في القاهره، ليه؟ عشان وانت بتعمل الويند لود اللي هو المطلوب الثالث، ما انت عندك ديد لود ولايف لود ويند لود. الويند لود
هتستخدم اللوكيشن كير عشان تجيب الكيو. روف از اكسسبل يبقى في اللايف لود اكسسبل المستعمل يبقى استخدم المعادله بتاع المستعمل. السبيسنج 6 متر حلو، عشان لما تيجي تضرب في الاس ده فريم، يعني هتضرب في الاس مش في الاس في الاي، لا في الاس بس، لازم تراجع الفيديو الاولاني بتاع الديد لود واللايف لود. والويت اوف ستيل ب 20. طيب اول حاجه الديد لود هتجيبها ازاي؟ مش الديد لود كان المفروض يجي يقول لك هنا، نجيب بس القلم الاحمر. الديد لود هتجيب ايه؟ هتقول الديد لود اللي هو دبليو ستيل زائد ويت اوف كفر، سوري، على كوزين الالفا. تمام. طيب سيبك من الحل ده وركز بقى معايا في الحته اللي هقولها لك دي. الويت اوف ستيل ماشي، هو ايه اللي ب 20؟ الويت اوف كفر احنا عارفين ان هو من 10 ل 20، وليكن هناخده ب 10. طب والويت اوف ستيل هو قال لي خده ب 20، حلو قوي، على كوزين الفا، عشان ده كله يتضرب في الايه؟ في الاس. يعني اجيب الويت اوف ديد لود واضربها في الاس اللي هو السبيسنج اللي هي ب 6 بس. ماشي، هنا هتبقى ناقصه حته اللي هو الدبليو ستيل زائد الدبليو كفر هو اللي على الكوزين الفا. معايا؟ يبقى دبليو ستيل ب 20 زائد دبليو كفر، ولكن هناخده ب 10 على كوزين الفا، في الاس اللي هي ب 6. طب والالفا بكام؟ قال لك الميل 1 ل 10. ركز معايا، بص بقى في الحته دي، ركز معايا حته حساب مثلثات بسيطه. بص قال لك الطول ده كله، الطول ده كله بكام؟ ب 20، يبقى نصه 10، وقال لك ده 1 ل 10. 1 ل 10 يعني ايه؟ يعني واحد راسي كل ما امشي 10 افقي. طب هي بالصدفه كانوا 10 متر، يبقى هنا 1. ممكن دي ما تبقاش 10، ممكن يبقى 6 7. انت فاهم بتعمل ايه؟ يعني بتقول لما الواحد راسي، مش هو قال لك ميل 1 ل 10؟ يعني الواحد راسي 10 افقي. فانت تشوف لو الافقي مثلا نص الافقي اللي هو الحته دي اللي عامله مثلث كانت 6، يبقى 6 في 1 على 10 يبقى ب 6 من 10، يبقى الطول ده 6 من 10. لكن هنا كان 10، ماشي، 10 في 1 ب 10 على 10 يبقى فيها الواحد، يبقى ده بواحد. يبقى الالفا بكام؟ يبقى تان الفا المقابل على المجاور 1 على 10، يعني 1 من 10. تان الفا ب 1 من 10، شفت تان على الآلة، يبقى الالفا ب 5 71، يبقى على كوزين 5 71. يبقى دبليو ها ستيل اللي هي قال لي خدها ب 20، هي من 20 ل 50 بس، هو هنا حدد لك خدها ب 20، زائد الويت اوف كفر اللي هو من 10 ل 20 ولكن ناخدها ب 10، على كوزين الفا اللي هي الالفا اللي جبناها 5 71. الكلام ده كله دبليو ديد لود اضربه في الاس السلوب اللي هو 6، جبت التركيز بتاعه. طيب اللايف لود هو قال لي السقف او البيلدنج اكسسبل بيلدنج او اكسسبل روف، يبقى ما ادينيش الشرط، يبقى المعادله 200 ناقص 300 تان الفا، 200 ناقص 300 تان الفا اللي هي بواحد من عشره، في السبيسنج اللي هي ب 6، طلع كذا كيلو جرام على المتر الطولي. طب اخر حاجه نختم بيها الويند لود، عايز للضلع 1 وللضلع 2 وللضلع 3 وللضلع 4. 3 و4 ده ايه؟ قلنا سكشن، سكشن محفوظه السي اي، ما هو سي اي في الكي في الكيو صح، وبعد كده في الفريم بضرب في الاس في السبيسنج، ولو ترس يبقى في الاس في الاي. يبقى طيب تعالى نخلص من 3 و4، 3 و4 مش ده سكشن، يبقى السي اي قلنا بكام؟ 5 من 10. كلمه سالب بس عشان بتدل على سكشن، لكن ما فيش سالب، تمام، ايه بس عشان تدل على سكشن، يبقى 5 من 10. الكي الارتفاع ده لو لم يعطى خلاص انا هعتبره اقل من 10، يبقى الكي ب1، ده في القاهرة يعني الكيوب 70 زي ما قلنا قبل كده في أول فيديو، في الإس ب5 طلع 210، يبقى ده سكشن 210. طيب ده هيبقى 8 من 10 في 1 في 70 في 6. طيب الضلع رقم 2 هي الزاوية بكام؟ أيوه، مش عندنا 3 حالات؟ أه، بس قلنا لو الزاوية أقل من 21 هيبقى سكشن، أكبر من 38 هيبقى بريشر،
ما بين الاثنين هنعمل حالة وحالة. هنا الزاوية طلعت كام؟ الزاوية طلعت 5، 5 71 لسه قايلينها في السلايد اللي قبل دي، 5 اهي الالفا ب 5 71، يبقى اقل من 21.8، صح؟ صح. طيب اقل من 21.8 يبقى ساكشن، وقيمته 6 من 10 زي ما شرحنا، يبقى 6 من 10 في 1 في 70 في الديسبيسنج ب 6 طلعت 252، وهتبقى ساكشن. اتمنى الفيديو ده تراجعه من الاول تاني، وتجيب الفيديوهين، الفيديو بتاع الديد لود واللايف لود، والفيديو ده اللي هو الويند لود، وحل مسألة، وتحل بالارقام وتشوف دي طلعت ليه. حالات البريشر والساكشن طبعا الغير مواجه، اللي طبعا ده في حالة الويند لود جاي كده، يبقى الغير مواجه للرياح يبقى ده السي اي، السي سب اي ب 5 من 10، لكن مواجه للرياح قائم ب 8 من 10. طب والمايل؟ والله 3 حالات، اما اقل منه الزاويه اقل من 21 هيبقى ساكشن، وقيمه السي سب اي ب 6 من 10، اكبر من 38 يبقى بريشر، وقيمه السي سب اي ب 8 من 10. ما بين الاثنين هنعمل حالات تحميل بتاعتي. تمام كده؟ اتمنى الفيديو ده يكون حطكم على بداية الطريق لحساب الأحمال، وإن شاء الله الفيديو القادم هنبدأ نخش في التنشن ممبرز والكمبريشن ممبرز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.